يا ملتقى الصحبة يا لالالي يا وردة في الصحبة يا لالالي يا ملتقى الصحبة يا لالالي يا ورد في الصحبة يا لالالي منورين في القعدة تملي يا صحبة جية ايه يا لالالي عايزين شوية ايه يا لالالي حبة قهط على ليلي على عيني على ترى لالي يهجرني قلوي يقول معلش يهجرني قلوي يقول معلش أوري للناس ازاي وشي أوري للناس ازاي وشي هي القاسية شوية عليا يا صاحبة جية ايه يا لالالي عايزين شوية ايه يا لالالي حاجة من اللي هي ايه يا لالالي حبة قهط على ليلي على عيني على ترى لالي الحلو قال جاي لي ولا جاشي الحلو قال جاي لي روحي وانا ماشي بقيت اكلم روحي وانا ماشي الحلو قال جاي لي ولا جاش الحلو قال جاي لي ولا جاشي بقيت اكلم روحي وانا ماشي بقيت اكلم روحي وانا ماشي هي نسية شوية عليا يا صاحبي ايه يا لالالي عايزين شوية ايه يا لالالي حاجة من اللي هي ايه يا لالالي حبة قهط على ليلي على عيني على ترى لالي صباح الفل عليكم نورتوني من يا صحبة جاية وهنسمع حاجات تانية حلوة كمان النهاردة حبينا نختم مع حضراتكم ونرجع معاكم بالزمن شوية موجود معنا اتنين منورينا نجوم بيعملوا حاجات حلوة ملحن وصوت حلو شاركوا في مسابقات وشاركوا في حاجات لكن هم المهنة الأساسية بتاعتهم النهاردة معانا مدرس إنجليش وبنتكلم على مزيكا مدرس مزيكا يعني من مدرس لملحن ويشتغل في المود ده دي حاجة جميلة هنتكلم عنها برضو النهاردة كتير ناس بتحب الفن حتى لو مهنتها الأصلية ملهاش علاقة بالفن بس اللي بيبقى حابب حاجة بيروح لها خلينا نرحب بضيوفي اللي منوريني النهاردة محمد عز الدين فنان وملحن ومطرب صباح الفل صباح الفل عليك يا كمان استاذ وائل رمضان ملحن وعازف عود ومدرس انجليزي صباح الفل يا مستر وائل البنات بيقولوا مستر وائل بقى صباح الفل عليك الله يخليك خليني ابدا معاك يا استاذ محمد احكي لي الاول رحلتك انت دلوقتي حاجه 30 سنه 31 سنه و8 شهور طب تمام عمر كله ان شاء الله طب ربنا يخليك يا رب انا بدات حياتي في المزيكا عامه من ثانويه عامه كده من حوالي 12 سنه 13 سنه تقريبا بس كنت بغني في الاذاعه المدرسيه مع في يعني شغل المدارس عامه ده دخلت الجامعه الموضوع بدا ياخد شكل الاحتراف شويه ان انا بدات اعمل حفلات وبدات اعمل اغاني خاصه بيا شاركت في برنامج عربز جوت تالنت سيزون 4 في 2015 كنت عضو في فريق طموح بس يعني ما حصلش نصيب ما كملناش لقدام قوي يعني فالموضوع عدى على طول يعني بس عامل كام غنوه ليا كده وعامل حاجات كتير يعني اغاني سينجلز بنزلها كده كل فتره وصورت غنوه مع المخرج والمونتير محمد شومان نزلت برضو على كام قناه كده يعني ماشي شويه بشويه يعني ان شاء الله بالتوفيق يا رب مستر وائل صباح الفل صباح الخير عايز اسمع حكايتك مع العود والمزيكا ايه والله انا درست العود اثناء ما كنت بدرس في الكليه انا خريج ليسانس اداب وتربيه لغه انجليزيه ودرست دراسات حره العود يعني درست في معهد الموسيقى العربيه 5 سنين اللي هو بتاع رتيبه الحفني واحترفت المزيكا لفتره وبعدين اتجهت بقى للتدريس بس برضو المزيكا يعني معايا يعني مش ناسيها يعني وبلحن اغاني وعرضت لحن على الفنان محمد منير زمان وهو اعجب باللحن وكده بس انا ظروفي ما سمحتش ان اتواصل معاه بصراحه واشتغلت مع الفنان خالد الصاوي في مسرحيات في الهناجر مسرحيه اسمها الميلاد ومسرحيه كانت اخراج عفت يحيى اسمها رمال متحركه المزيكا مع الوظيفه بقى والحياه والمشاكل والمشاغل اللي فيها بتلاقي لها وقت ازاي والله انا بحاول يعني اخلق لها وقت لان دي الحاجه اللي على جنب يعني حاجه اللي الواحد بيحبها متنفس بتاعك يعني. بالظبط بيبقى في واحد يعني بيبقى عنده طاقه سواء رسام او بيغني او بيلحن
فبيحاول يعني ينفض شويه للمشاكل الدنيا ويقعد شويه مع المزيكا يعني. وانت بتنفض بالمزيكا؟ انا بنفض انا بنفض لاي حد. طيب خليني اسمع منك، انت ناوي على ايه ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ والله بص، انا في حاجه شغال فيها حاليا دلوقت كاتبها عمار سالم وانا ملحنها، وتوزيع محمد التركي. ان شاء الله دي حاجه يعني، بصي انا في خلال المشوار الفني ده اكتشفت حاجات كتير جدا طبعا، وخبرات كانت خبرات كتير جدا. لازم اصرف قوي لان دلوقتي حاليا مفيش منتجين، مفيش انتاج، فالمنتج هو المطرب نفسه. فانا ان شاء الله قررت بان انا خلاص ايه يعني هبدا انتج انتاج صح شويه، لان انا قبل كده كان الموضوع كله برده مش احترافي قوي. فان شاء الله يعني في حاجه بنفذها قريب كده، وان شاء الله خير يعني. ان شاء الله باذن الله. عايزه طبعا مع حضراتكم سمعتوا يا صحبه جايه، وهنسمع حاجه تانية دلوقتي سيب حضراتكم تسمعوها. ان شاء الله اقابل حضراتكم بكره على خير، اشوف حضراتكم على خير يا رب ان شاء الله في حلقه جديده من صباح دريم. وهسيبكم بقى مع ضيوفي اللي كانوا منوريني، وبشكرهم محمد عز الدين مطرب وملحن، ومستر وائل رمضان مدرس لغه انجليزيه وملحن وعازف عود. وخلينا نسمع حاجه بقى. نسمع ايه؟ نسمع رصيف نمره 5. يلا بينا. حلوه. يلا بينا. رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت كلامنا ملاقي كلام. رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت كلامنا ملاقي كلام. تسالي يا خال تدخن يا عم، تتوه المعاني في لسان لجام. تسالي يا خال تدخن يا عم، تتوه المعاني في لسان لجام. رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت كلامنا ملاقي كلام. كلاكس الترولي بيسور وداني، وشحت المزين بياكل وداني. كلاكس الترولي بيسور وداني، وشحت المزين بياكل وداني. يا نادي باريس تعال وحاسبني، وجدول ديوني عشان وعشان. عبد الله رشدي محامي قدير، بيرفع قضية في باب الوزير. على عم فكري بتاع البليلة، عشان مرة زعق بصوته الجهيل. رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت كلامنا ملاقي كلام. رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت كلامنا ملاقي كلام. تيرا تيرا بقلت الأمانة ونصح السروج، عامل لي شركة في مشروع بوتيك، ونادوا العبد الفرارج يشاركهم، فرد بقلاطة محب الشريك. وجت وقع السودة في سوق الإمام، عشان عم لامعي بتاع الحمام. ما قدرش يوصل لأي اتفاق مع سبع فندي في قضية سلام، وأطفال عجايز في مهد الطفولة، وأفلام قديمة وأعلان كاكولا. أعلان كاكولا تباس نستعيش لآخر حياتك، ولو باعوا فرخة تاخد عمول. ترمي بسنجة فرود الفرج، أعمار تعد ليجي الفرج. ترمي بسنجة فرود الفرج، أعمار تعد ليجي الفرج. ولا البحر باين لآخره مراسي، ولا حد راسي. منين الفرج؟ منين الفرج؟ رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت كلام.
العصيف نمرة خمسة والشارع زحام ساكت كلامنا ملاقي كلام.